يسلموا ايديك يا جدو، كانوا صارعين الحاره وما حدا قدران عليهم. اولاد قليلين ادب هدول، ما عندهم ذوق ولا عندهم شرف ولا عندهم كرامه. هاي رجال اللي ما ضل منا بهالايام. اهلين وسهلين، تفضل نسقيك قهوه. معلش مره ثانيه لاني تارك لطفي لحاله جوا. لا تقبرني بابا، لازم ينام، اذا فتنا هلا بجوز يفيق. فوت نشرب فنجان قهوه، قهوات الست لواحظ بيطيروا العقل. طيب بركي احتاج لشي؟ بدق لنا تليفون تقبر قلبي. تفضل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، زارتنا البركه. تفضل تفضل تفضل. شكرا سلفا. يا اهلين وسهلين. شو هاد اللي عم يصير؟ مينو هاد؟ وشو كانت الهام عم تساوي عند دكتورة نسائية؟ لا لا لا، مستحيل، الهام مرباية ومستحيل تنزع سمعة أهلها. بس طلعت عم تبكي من عند الدكتورة. إيه ما في إلا تفسير واحد لهالشي. لك لأمتى رح ضل حوبة؟ وحدة بتعرف واحد وراجع الدكتورة نسائية وطلعت من عندها عم تبكي، شو له تفسير إلا تكون غلطانة مع الشاب؟ طالع الدفاتر وكتبه. ريهام الكعيان وينها؟ ما منعرف أستاذ، كانت هون أول حصتين وبعدين اختفيت. طيب ماشي الحال، بنشوف. المذهب الاتباعي الكلاسيكي. قولي فضيحة ومصيبة وبلوة، إذا كان اللي عم فكر فيه صحيح أنا لازم خبر خالي. إيه هو أبوها وبيعرف يتصرف. أيامك يا أبو ليلى، كنت تضرب الحيطة تهده، هلأ أبوك ما عم تقدر تهديه. كنت تشيل 135 ضغط و 170 نتر، هلأ يا دوب عم تشيل هم بناتك. كل واحدة همها أتقل من كل الأسقال اللي رفعتها بحياتي. خير إن شاء الله. الو، اهلين خالي انيس. شو هالحكي بالكافتيريا؟ انت شفتها؟ الله لا يوفقك على الخبريه، طيبت لي ضهري. جاي انا شاكر حبيبتي. ما اتفقنا انه بس نكون سوا؟ ما تحرميني من هدول العيون الساحره. هاتي احكي لي بشوف ليش كنتي عم تبكي. ما في شيء ايهاب، يعني ولا شيء، ما في شيء بيستاهل. هاي الصفقة بخمسين مليون ليرة، إذا زبطت إلك سكرة. خمسين مليون ليرة؟ إيه خمسين مليون ليرة. وقديش رح يطلع لك منها؟ قدي رح تاخدين من هذا الأوتيل من لما تعينتي لحتى تتقاعدي؟ الأوتيل؟ تذكرتني، لازم أحكي مع رولا تخبرني إذا حدا سأل عني، ممكن موبايلة؟ طبعاً، تفضلي. ألو، هاي رولا، كيفك؟ حبيبتي سجلي هذا الرقم اللي طلع عندك هلا مشان تخبريني اذا اي حدا سال عني بالاوتيل. اسمعي، اذا حدا من اهلي اتصل فيني قولي لهم باجتماع عند المدير، ما بعرف اتصرفي، وردي لي خبر. ايه تقبريني. باي. شكرا. اهلين خالي، هاي هي الكافيتيريا والهام جوا، عم راقبن وقت ما فاتوا لسه ما طلعوا. شو خالي؟ هي هي ما بتشبه ليلى؟ ما بتشبه خالي ابدا، لانه هي. انت متاكد انها ليلى؟ طبعا متاكد، بدي خربط بنت خالي. لك ولي الله عليك يا ابو لطفي، ما بتخلي على القلب هم.
هذا يا ستي مرة كنت ماشي بسوق الحميدية، فتت لمحل شو اسمه نسيت شو اسمه، بس فتت لجوا أكلت أكلة بتطير ضبنات العقل من كتر مو طيبة. سألتهم شو اسمها هي الأكلة، قالوا لي كشك الفقرة. أنا شو فكرت كشك الفقرة. عليك عليك يا خنسة، جدك حكياته حلوين كتير، شهيتنا كشك الفقرة. قوموا قوموا هلأ بروح ناكلها هنيك. لا تقبرني أنا ما بقدر روح، ما في حدا بالبيت. طيب لكان بروح أنا وأنتي ناكل كشك الفقرة أو كشك الفقرة ومنجيب للخنسة معنا، شو رأيك؟ ناكل كشك الفقرة ومنجيب كشك الفقرة لخنسة. قبلانة يلا روحوا، موافقة، شربوا القهوة بغير تيابي ومروا. يلا يا ميت أهلين وسهلين. من العين من العين دخيل عينك. طول بالك اهدى، ما بدنا فضايح قدام الناس. ما بدي اهدى، بدي بس علاج فيهم، بدي فلش عليهم الكافيتيريا كلها. هلا ايهاب شو بدك؟ البابا البابا البابا. شو البابا؟ يمكن شاف نصرها. وين شو شاف نصرها؟ اي شو امور الشغل؟ هدول بنات قولن سمعتهم، خذن على البيت واعمل اللي بدك يا فيهم. اتركني امسكني. تعال معي ولا تفضل. ليش نزلتي هون؟ حابة اتمشى شوي قبل ما نروح على الكافيتيريا. الكافيتيريا لساتها بعيدة. لا ماشي عشر دقايق أو أقل حتى. تعبان؟ باطل، عرجل وحدة، رجل وحدة وعلى بوز أصابيعي بمشيهم معك. تفضلي. بدي رجلتين. رجلتين يلا. مشغول.
الو، يعطيك العافيه. لو سمحت بدي الاستاذ ابو ليلى من عندك. ايه بابا. خير؟ شوفي، اتصلت مع رولا. انت وينك؟ من الاوتيل بابا، يعني منين بدي اكون عم بحكي؟ خير؟ شوفي، عندي شغل بابا. لا لا، اعطيني رولا. لا لك، اعطيني رولا. لحظه بابا، لحظه. شو رولا؟ شو عم تقولي؟ الهام على الخط الثاني؟ ايه طيب. بابا قال الهام على الخط الثاني وبدها تحكي معك ضروري. ما عرف صاير، قال مشكله مع ريهام. مشكله مع ريهام؟ شو المشكله؟ شو هي؟ خلص ليك بابا، انا رح اعطيها رقمك هذا اللي انت عليه، وهي بدها اقول لك شو صاير معها. انا كثير مشغوله بابا. ايه يلا باي. طيب يا ولي، بابا جاي لهون. شو بدنا نحكي حبيبتي؟ لا لا لا، خلص انزلي، انا بقول لك شو بدنا نسوي. يلا انزلي يلا باي. موفقة انت كمان. ريلاكس. ها يا حبيبتي، ريلاكس مكان. يلا الله معكم. يلا معلم، شد على السريع. الله يوفقك. شلشوني هذه، شلشوني. اخ يا خالي، اخ سندني. يسلموا خالي، لا تواخذني، كنت عصبي شوي بس مطلعت. خليه الله يوفقه. على راسي يا رب. سلام. يلا خالي يلا. شلشوني يا أنيس، شلشوني. شوي 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 شوي. هيك شوف، هاي ترافولتا. مرحبا بي. لك يا قليل الذوق والوجدان، على أساس لو يطووا لك الشام كلياتها ما أنك قدران تتحرك. بس ما شاء الله شايفك مثل الغزال عم تتنقل بين الكافيتيريات. أبي مو هيك. راس ولا كلمة. يلعن اليوم اللي جبتك فيه، أصلاً لازم يكون بلا خلتي أنا. ولك يا قليل الأدب، أول يوم أجيت لعندك فيه نمت بالسجن كرمالك، وتاني يوم كمان نمت بالمشرحة كمان كرمالك. يعني للمشرحة والسجن ما عندك مانع، أما للنزهة والكافيتيريات بابا داري عمي جعني. أبي لا أشرح. خلاص روح بالبيت نتفاهم. تعي خالي. خلاص ولا خلاص؟ هلا بالبيت بنتفاهم. خلاص ترافولتا وزايد لك. وهي التحاليل استاذ، فيك اذا طلعت عليها تتاكد من صدق كلامنا انا واختي ريهام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعونك يا بنتي. وهلأ شو بدير ساعتكم؟ صاحب المخبر بيكون أبو لرفيتي، دقلها لبنته وقال لي إنه انزلي مشان تشوف التحاليل، ونزلت وطلعت النتائج سيئة كتير يا أستاذ. الله يصبرك على اللي صار فيك يا بنتي. فمشان هيك اضطريت إني أطلع من الحصة الثالثة، وأنا طالعة من المخبر بالصدفة المحضة شافني البابا، بس ما تأكد أنا ولا مو أنا، ولا جاي لعندك لهون. والمطلوب قله إنك طول اليوم ما غادرت المدرسة، ما هيك؟
بتكون انقذتنا استاذ، وبنوبك ثواب عيلتنا كلنا، ابي واخواتي الاربعه وعمتي وابن عمتي وجد. استاذ يعني اذا سالني شو كنت عم تساوي بالمخبر شو رح اقول له؟ خلص طمنوا، رح اقول له انك ما غادرت المدرسه نهائيا، بس بدكم توعدوني. وبشو بدنا نوعدك؟ تخبوا عنه الخبر وتحاولوا تساعدوه بهالكم يوم البقيانين له، لانه اذا عرف هلا رح تكون حياته كلها عبء وعذاب عليه. توعدوني؟ نوعدك. شكرا شكرا استاذ كثير. لا حول ولا قوة الا بالله. رح يشلشوني البنات خالي، هلأ أماني برقبتك، أنت بعينك شفتهم؟ بعيني بعيني يا خالي، الله وكيلك شفتهم بعيني، بس كيف اختفوا ما بعرف. ماشي بسيطة، معلم نزلني هون الله يرضى عليه. أنيس حاسبه. شلون خالي؟ حاسبه. حاضر. يسلموا معلم. إيه يا لطيف يا لطيف، الوقت شو بيمر بسرعة، صارت ساعة يمكن تنتين، ما حسيت بالوقت. فعلا أنيس شو مكذب على البابا وفاتن علينا اعترف؟ ولا شيء أعوذ بالله، ماني فاتن عليكم ولا حاكي شيء، ما بعرف شيء أنا. بالله لك اللي جاي معه؟ يا صدفة شفته بالطريق، قام قال لي تعال معي، قمت جيت معه. يا حرام، ودخلك البابا ليش جاي لهون؟ ما بعرف، شو بيعرفني أنا؟ غريبة، البابا أول مرة بحياته بيزورني بالمدرسة. ليك أنيس قسم إن عظمك، إذا تريد إنك حاكي علينا شيء أو فاتن للبابا أو مكذب عليه، وحياة ربي ما عاد أحكي معك أبداً. لك أنا ما بعرف شيء، ما سويت شيء، ما دخلني بشيء. يعني سيادة المدير بنتي ريهام ما غادرت المدرسة اليوم نهائيا؟ نهائيا. تذكر منيح لو سمحت، بين 9:30 و10:30 ما تحركت نهائيا. نهائيا، وشفتها بعيوني لأني حضرت درس العربي عندهم، وبالفرصة قعدت عندي هون بالإدارة لأنها كانت تعبانة شوي. ليش عم تسأل؟ لا سلامتك، مجرد اطمئنان. مجرد اطمئنان بس. سلامتك سلامتك. الله يسلمك. سلامتك. لا تواخذونا. ولو. خليك. سلام عليك. الله معك.
حسين، حاسبوا حاسبوا. حاضر. يسلموا. لا لا، في شيء مو مظبوط. إذا كنت أنا أجدب وعم يتهيأ لي، أنيس كمان عم يتهيأ له. يا ربي بابا شو عم تحكي؟ قلنا لك قلنا لك بالطريق إنه البنات اللي شفتهم مو نحن مو نحن. أنا خلصت جامعتي ورجعت على البيت، وريهام كانت بالمدرسة وغوطنت. لا، هذا الحكي ما بيمروا علي ولا أنت وياها. ليكو أنيس، احكي ولا أنيس، مين شفت بالكافتيريا؟ أنيس، احكي، مين شفت؟ شفت شب مع بنت بتشبهك فاتوا على الكافتيريا. أها، بتشبهني أما أنا؟ بتشبهك، يعني هي أقصر شوي وأسمن شوي وشعراتها يمكن سود. لك ولا؟ هي بتشبهها هي. إيه ما في ولا نقطة تشابه بينهم، احكي الحقيقة أحسن ما أنطعك. خلاص خالي، أنا هلأ قادر أقول وقرر مو هي. وإن شاء الله هلأ بدك تقلي كمان إنه الثانية بتشبه ريهام والثالثة بتشبه ليلى. أخ، هي بتشبههم بس على أطول شوي وأعرض شوي. الله لا يعطيك عافية شو دب، أنت واللي صدقك، بقلع عينك إذا بتحكي شي ثاني، فهمتوا لا؟ خلاص خالي أمرك. طلع خالي، تفضل طلع. الله يديمك، صار لي زمان برا البيت، بدي أروح. خاطرك خاطركو. يلا ولي انت وياها. يا مو يا امي. الحمد لله على سلامتك، تقبر قلبي. راح تفهم عنك امي؟ ايه مشي الحال الحمد لله. صلي زمان نايم؟ والله ما بعرف يا امي، المهم رجعت لي مثل الورده. لا تفكر بالوقت. حدا سأل عني؟ طيب ما بعرف يا امي، هذا المقوص اللي بين ايديك البمباي رن كثير، بس انا ما بعرف استخدمه. موبايل يا امي. ايه هذا ما بعرف، انت شوف مين دق له. طيب ماشي، نشرب قهوه امي؟ لك مو على راسي، سم عيني. الله يخليكي يا رب. هي خنساء هلا بكون زعلان. خلينا نجرب ندق له. صحتين وألف هنا. شايفة كيف؟ شايفة كيف سرقنا الحديث وما انتبهنا للوقت؟ أنا أول مرة بضل برات البيت لهالوقت. تطلع تشرب عنا فنجان قهوة؟ اتأخر الوقت، خليها مرة تانية. طيب بقبل، بس على شرط. شو هو؟ بتقبل عزيمتي على الغدا بكرة. ما بدك تدوق طبخ إيدي؟ مين قال لك ما بدي دوق طبخ إيدك؟ طبخ إيدك وطبخ تمك وطبخ عيونك دخيل ربك. عن إذنك. وين؟ بدي اجيب غرض من عند جارتي. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. منين بدي لاقيها للاقيها انا؟ منين؟ الو. لك الو. يا الو. تفو عليك يا عاطل. عفوا مو لك. أبي لحظة ارتاح، هلا بفهمك الموضوع. أنا سالم. هي آخر ليلة بقضيها عندك. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. ألو. الله لا يعطيكم عافية، بدي جيب كاشف أنا. ها أبي طول بالك علي، هلا بفهمك. أي 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 الديسك يا أبي الديسك. أنيس خلصني، يعني لا خليتنا نقعد بالكافتيريا ولا خليتنا نحكي، احكي شو بدك؟ أستاذ بهيج، أنا طلبت شوفك خص نص عن كل الناس، لأنه الأيام اللي جاية عصيبة علينا كلنا. ولك حبيبي عصيبة بشو؟ خالي. إيه؟ إذا طلعت تحاليل خالي مزبوطة ما رح يضل رجال ببيت الكعيان أبداً. يا لا، ما بعتقد كلامك صح. لك ليش؟ شو ليش؟ بنات الكعيان ما بدهم رجال يا أنيس، يعني نسوانهم بتكفي وبتوفي ما شاء الله. ليش عم تحكي هيك بهيج؟ في شي جديد؟ ما في شيء، بس أنا وليلى خلاص طلقنا. طلقته عن حقه حقيقي ولا عم تفكروا؟ لا حبيبي، نحن بحكم المنفصلين، في شوية إجراءات عم نعملها وبنخلص من القصة كلها. أنا آسف أستاذ بهيش، أنا جاي أشكي لك همي، طلع بدك مين يسمع لك همك. حاجة أنيس، الله يخليك حاجة، قوم قوم. يا جماعة بظن انه نحن بورطه.
البابا لهلا شاكك بالموضوع، والبابا اذا حط شيء براسه مستحيل يقيمه قبل ما يتاكد منه. طب والعمل هلا؟ اسمعوا لكم، اجتني فكره، عدوا اسمعوا. انيس ما بعرف كيف بدي لك اياها، يعني انا وليلى شغلتنا مدري كيف، مثل المريض اللي معه سرطان يا زلمه، نهايته محتومه بس قديش بعيش ما حدا بيعرف. المهم ما علينا، انت شو مشكلتك؟ انا بصراحه حابب الهام. ايه الهام مزبوط. كيف عرفت؟ والله انك ذكي. لك خراس، الدب بيعرف قصتك، انت فضايح لانه. ما بدي اسمع منك ولا كلمة ابدا، حتى بمجلسك ماني رح اعود. انا رايح على المطبخ. بابا تقبرني، لا تزعل على مهلك، شوي شوي لا تزعل من جدك، اتركوا علي انا بعرف هدي لك. ابي انا مو مشكلتي مع جدك، مشكلتي مع اخواتك، بعيني شفتهم، شو بدي كذب عيني انا. تقبرني طيب، انت اتصلت على الاوتيل وقالوا لك ليلى موجوده، وحاكتك على التليفون، الهام وريهام كانوا بالمدرسه وحاكوك، والمدير اكد لك انهم موجودين، يعني كلهم غلط وانت صح. لك خنسة بعيوني هدول بده ياكلوا الدود، شفتهم؟ لك اي عيني مو عيني. لا تقبرني، لا انت عم تكذب ولا هن عم يكذبوا، انتوا اثنين صادقين. هات اشرحي لي اياها هي شلون. اسمع لك، حسب ثقافتي الشخصيه يعني بعلم النفس بيقولوا الواحد اللي ما بيتعرض لرعبه او صدمه بصير بيشوف شغلات ما أنا موجودة بالحياة. بتتذكر وقت كنت جاي من براد المشفى كيف صرت تشوف هدول الشغلات طلعوا لك من فوق ومن تحت من اليمين والشمال؟ قولي مزبوط. اطلع شايفك أنا، اطلع. لا إله إلا الله. ولك حبيبي ليش صافن؟ احكي لي. شو بدي أحكي يا بهيج؟ الظاهر مكتوب علي الشقة أنا وياك، أنت تركتك ليلى وأنا تركتني إلهام. تعال أشوف شو تركتك ما تركتك؟ ليش في شي بينك وبينها؟ انتهى قبل ما يبلش. انيس ما بفهم عليك، معلش اشرح لي. بهيج انا ما عدت فهمت شيء، انا رح احكي لك وانت حكم. تعال شوف شو عم تحكوا. معقول الحكي؟ للاسف يا جدي مثل ما عم اقول لك البابا مريض. لسه بتقولي لي مريض؟ لك هذا مهرهر، ما بكفي المرض اللي فيه، بده يعمل مجنون كمان. لا جدو البابا مو مجنون، بس عم يتخيل اشياء واشخاص ما لهم موجودين بالحياه. حرام، بعد قعدته بالمشرح هذاك اليوم مدري شو صار له. خروق ورح يضل خروق. بس منيح اللي خبرتوني، والا قسما عظما كنت بدي لم اهل الشام كل عليه. وليش؟ لك بنات الكعيان ما بيصير حدا يجيب سيرتهم بسوق حتى لو كان ابوكم. انتو ينحكى عليكم؟ باطل. جدو نحن عم نقول لك هذا الحكي مشان اذا شي يوم سمعت هذا الحكي من بابا ما تصدقه، تفهم وضعه يعني تقدر. ماشي جدو ماشي، كرمالكم رح انفذ اللي عم تقوله. زين انت ويا شايفكم حاجه تاشر لهم من تحت الترابيزه. لك خليكي معي، عم بسلم عليكم، كنت سلبوها لي، هلا ساويتوني مخاوي انا. يا بابا تقبر قلبي، لا تستهين بالعلم، رح بسط لك ياها. انت مثلا اذا اكلت لك شي رعبه ما ببقبق بدنك بوقف شعر راسك؟ بلا ببقبق. طيب هلا هيك صار ببدنك وشعر راسك، دماغك شو بيكون صار فيه؟ ما بعرف، بيكون انخض من الرعبه وصار ياخذ شروي وغروي، فهمت علي؟ لك شو بك عم تحاكيني مثل صبي الحلاق؟ انا كلامك ما له اساس علمي، اذا كنت انا عم هلوز انيس كمان عم يهلوز. ايه طبعا عم بيهلوز، مو اكل نفس الرعبه؟ طيب ابو العز وعلاء ليش ما هلوسوا؟ ما بعرف، بس بعدك بابا راح يهلوسوا. شوفي اذا هلوسوا بيكون كلامك صحيح، اما اذا ما هلوسوا عيونك بدي بلبصهم انا. خلص تعي شوي. عن اذنك بابا. ارجع ارجع لتحت الترابيزه عود، لا تقشوا له انتم. عم بمزح. الو
وشلونك؟ ريهام قلقتيني عليكي، ان شاء الله ما صار شيء. لا لا الحمد لله كل شيء تمام. لولو شو رايك تجي تزوريني بكره؟ منو بتعملي لي زياره ومنو بنقول عنك اللي اخذتوه بالمدرسه بغيابي؟ بكره ما بقدر، مشغوله، رايحه اطمن على بنت خالتي ميساء. ميساء؟ للشبهة؟ مردوده ايدها لانه وقعت بالدبكه. اي دبكه؟ ميساء انضمت لفرقه جديده للفنون الشعبيه وعم تتدرب معهم. اوف، وكيف دبرت هالشغله؟ لا دبرتها ولا شيء، كان بدهم عدد من الراقصين والرقصات، قام قدمت ونجحت. وعلى علمك لسه بدهم بنات؟ لغاية اليوم كان لسه بدهم، ليش عم تسألي؟ يعني إذا بيقبلوني بنتسب، فيها راتب هي ما فيها؟ طبعاً بس. لا بس ولا غيره، بكرة منروح منزورة وبسأل عن يلي بديها، أوكي؟ يلا باي. ولك أنت مجنون؟ شفت مرتي مع واحد بالكافتيريا، شو عم تحكي يا أنيس؟ لك أنا هيك شفت، شو بساوي؟ شو بتساوي؟ عم بتقول انت وعمي شفتوا نفس الشيء. اسمع انيس، ممكن واحد يغلط مو اثنين. لك واتصل فيها على الاوتيل لك ولاقاها. شو يعني هي؟ شو بيعرفني؟ انا ما بعرف ليش حكيت لك اصلا. خلاص انيس خلاص. اسمع انا مصدق عيونك وعيون عمي. بسيطه يا ليلى بسيطه، بدك تطلقي مشان تجوزي واحد تاني. ايه ايه ما فشرتي، انا بورجيك. لك وين وين قايم احكي مع تليفون لو ارجيها قيمتها. تركني بهيش. أنا قايم روح لعنده، خايف يسايب حاله شيء. إيه تقبرني، بتعرف هذا المرض بيعمل الواحد مثل الولد الصغير. بتعرف وضعه، الله يعينه. دير بالك عليه جده. خنوز شو صار معك؟ اقتنع أبوك بالكلام اللي قلتي له إياه؟ نص على نص. كيف يعني؟ قال بما أنه هذا الشيء بيعمل هلوسة، ليش بهيج أبو العز ما هلوسه؟ يا ستي كلام منطقي. هلأ المصيبة إذا ما قدرنا نخلي أبو العز وبهيج هلوسه، أبي رح يضل شاكك. عن جد مصيبة؟ لك مصيبة؟ ما بعرف. يلا تنام يلا تنام لا تبحلق طير الحامة. لك يا حامة بيلك طافي عم بضحك على طفي تينا. لك ظاهري دبحتني لك أبي هيك مو بنام هيك بتموتني أنت. لك أنت وصغير كنت نايمك هيك، ليش هلا ما عم تنام؟ مخربط بيني وبين العجل حميرون أبي. ايوه. الو اهلين بهيج. اي على عيني بابا. تقبرني بهيج. تفضل. الو اهلين بهيج شلونك؟ زفت. كيف رح كون يعني؟ لك بهيج هلا فهمني، انت عم تشوف هيك شغلات يعني عم يتهيأ لك؟ ما عم شوف شيء قدامي هلا الا الشياطين عم ترقص رقص. وين الليل عمي؟ يا سيتي هدول نفسهم انا اللي عم شوفهم. يلا بنادي لك يا ليلى. يا ليلى. نعم بابا. بهيج على التليفون. قولي شو بده هذا الثاني كمان؟ يا خوفكم بابا قال له اللي شافه. ما حبيبي ساعتها بيمروا ما رح يطلقني. لك خلصينا عم بحكي معك، شبك عم تبسمسي لحالك؟ بهيج على التليفون قلت لك. جوزك بعلك هاد، تقاليد بيت الكعيان بتقول لازم تجي تردي مباشره. ساعة بده يستنى جوزك؟ يستنى شو وراه يعني؟ الو ايه بهيج. اسمعي ليلى كلمتين ورد غطاهن، انت لساتك على عصمتي يعني شرفي بايدك. واسمعي وعي اوعك سما اوعك تلعبي بديلك، فهمتي؟ شو عم تحكي بهيج؟ ما عم بفهم عليك. لا ستي فهمانه فهمانه كثير. انيس خبرني وين كنتي ومع مين. وقف عندك وعرف حدك. ها انا بسمح لك ابدا. اسمعي ليلى لا تضوجيها بلا افلام، الله يرضى عليكي كل شيء بتسالفي لها الشغله. وينك؟ أنا بكرة جاي لعندكم لنتفاهم على كل شيء. سلام. شو بها الطم زين؟ عم تسألني إلي؟ يعني مالك سمعاني؟ زيل زيل بتسمعني أحسن. هات التليفون أبيات. شريف. ألو ألو. الله لا يعطيك العافية والعز. شو دب بدك تغازي؟ لا تتصل من تليفونك، عم استهبلني. اتصل من غير تليفون، دب رسمي عدمني إياك. عم تحكي معي؟
زين شايفك شفتك حاجة بقى تنط تحت الترابيزة شلشني ها عالتليفون ما في أمل ترد والله الأفندي أبوها حاجزه خيوه أبو العز روح على بيته واقف تحت الشباك وضلك زمير لحتى تطلع أي والله أحسن شيء يلا إلهي يجي يوم آجر فيه بتابوتك آخ لك خنسة وليه طلعي شاوري لهم على البلكون خلي ليلتنا تمر على خير أحسن ما أطلع أمبلى فيها يا خي يطوطوا لعيلتك كلها إن شاء الله شوفي شوفي شبكون شبكون نامي أنت لك ما كنت تبطلي العادة تنامي بنظارات هيك لك ما بدي ساعة أقعد فتش عليها بس فيه يوبر قلبي يوبر قلبي بدي اطلع سلم على امي حبيبتي لا يوبر قلبي كل طلعت سلمي عليه هلا بيدبق ما بقى بيروح ايوه يدبق يوبر قلبي شو ما يدبق لك شو يدبق هلا بينزل الخطه اللي عم فكر فيها اي خطه قوموا صحصحوا اشرح لكم الخطه قوموا في خطه وما عجل الله يخلي صار لي ساعه بفيق فيه شو طالت لهم اللي انا سيد لهوه؟ إذا بده ينسى لهوه بده يكسر راسه معي خدي. أبا لك يخجلي خيواني ما بتفهمي انتي. عون ضبولا. إذا هو بده ينسى تكسر راسك يا حقيرة. موتها. دلاني. الله يهدك ويهد عيلتك كلها. الله يغضب عليك يا أبو العز ويحول لياليك لأيام سودة حالكة السواد ولك ردي عليه لك ردي عليه أحسن ما أطلع على البلكون وسمع الحارة كلها سفاتي ها ردي عليه بدي نام يا حبيبي على هالعلقة هي أبوكم عصب معناتها رح يجي تعينا من محلي لقلك نام وشخروا إذا بتقدروا وانتي قاعد تطلعيها بتنزعي لي كل شيء خلاص طلع باشر الخطة أنا ايه بدي فرشي عليك الحارة يا روميو الكلب انت يا طهري يا لعن ابو الميكرويات يو ليش فايض نص الليل شو في عطشانه بدي اشرب وينه بهيج بيتنا بتل الحوايا وليش ما انضربتي على قامتك وضليتي معه بصراحة خايفة منه هيدا شوف ليش شو عم يساوي ما بعرف يا بابا ما بعرف هيك صاير عم يهلوس عم يتصرف تصرفات مو طبيعية وما بعرف شو بدي قلها ومن امتى معه هالحالة اليوم بس اليوم بس كان مو طبيعي نوب ما كان طبيعي بابا شو بيساوي يعني شلون يا سيدي اتصل فيني على الاوتيل هيك وصار مدري شي يفوري ويغلي ويكبكي قالوا شو بيقلي شو قرارك النهائي قرار شو بعرف بابا قال هو انه انا وياه رحنا على الكافتيريا وقلت له يطلقني ما بعرف شو قاعد يخبص بابا كتير صار يخبص عم يخبص هو ايه بسيطة بكرة بيجي لعنا وانا بفهم منه ليش عم يخبص لا زكاتك بوس ايدك بلاها اجي لكم يوم كرمالي الله يوفقك بابا كرمالي ماشي انتي تيسري نامي وانا بحل الموضوع روحي ايه ماشي تصبح على خير الله معك أنا بفهم منه ليش عم يخبص بابا معلش تقفل باب البيت لأنه بهيج معه نسخة وخايف يطب علينا بهالليالي لك الساعة 3 بعد نص ليل مين بده يجي بهالوقت الدنيا زنطاري أصلا ولا قال لك أضمن خلص أنت نامي أنا 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 بسكر باب أنا عم يخبص البهيج ليوم يجي يخبص هون معقول ليلى تكون حابة علي
كلام أنيس ما بيطمن، بس لا 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 مستحيل لا تساوي هيك. ولك ليش عم تدافع عنا؟ ما بتدافع عنا إلا إذا كنت بتحبها. لا تكذب على حالك بهيش، أنت بتحبها وبتحب الأرض اللي بتمشي عليها. الله يسامحك يا ليلى، الله يسامحك. يلا خنسة الخطوة الثانية، احكي مع لواحظ. رن. نايماً يا حبيبي نايماً. ألو. مرحبا ست لواحظ، أنا آسفة إني عم دقلك بهذا الوقت، بس بدي أطلب منك خدمة. تكرم عينك، أمري. ممكن تحطي السلم على البلكون؟ أوف، ليش بقى؟ شغلة خاصة، بعدين بحكي لك عنها ممكن؟ إيه تكرمي، بس إذا قلتيلي ليش، ممكن ساعد أكتر. شغلة كتير مهمة بعدين بحكي لك عليها، بس الله يخليك لا تقولي لحدا. ولو سر كبير، قليل ما في أسرار بيني وبينك، خلي منهم. هلأ، يعني بحط علي وبطلع بحط السلم. السلم صار جاهز. يس. الخطوة الثالثة بهيج. ألو بهيج حياتي، وينك؟ أنا اشتقت لك. ليلى أنت شو عم تحكي؟ أنا ما يعني ما عم فهم عليكي. عم أقول لك اشتقت لك، يعني شو رح يكون قصدي؟ يعني أنت وإخواتك عم تراهنوا عليه، بدكن يعني جن هستير ولها. ولو يا بهيجو وحياة حبنا، وحشتني موت، وإذا ما أناك مصدقني تعال هلأ 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 ونام عنا. ليلى هلأ؟ إيه هلأ طبعا، هذا إذا كنت بتحبني. ولك تقبري قلبي شو بحبك، مثل الصاروخ جاي أنا. على المصيبة منين طلع لنا هذا هلا؟ ما كنا حاسبين حسابه. فكرة إذا ضلوا واقف هون انتزعت الخطة. لك شو بكل هيك عم تحكوا على أبو العز؟ هلا بطلع لعنده بعمل له هيك بيروح. يا حبيبتي يا حبيبتي، أنت وبلكي حدا شافك من الجيران، بتصير فضيحة. هو فضيحة بريحة، لأنه كل البنايات اللي حوالينا متمنين يعرفوا مين هذا اللي بزمر كل يوم. خلاص فهمت، شو العمل هلا؟ حبيبتي بتتصلي فيه بتقولي له ألو حبيبي أنا عند بيت عمته تعاخدني. ألو حبيبي أنا عند بيت عمته الساعة 3:30 الصبح. هي كذبة بتتصدق. لك هي الكذبة اللي بتتصدق، لأنه لو الدنيا نهار أو مسا ببساطة بتاخدي تاكسي أو ميكرو، بس لأنه الدنيا ليل ما فيكي تطلعي غير معه. صح صح. ها رح أتصل. ولك جد ولك عم تجذبيها، هلا رقم تليفون بيتنا بيطلع عنده على الموبايل، وبالتالي بيعرف إنه أنت مو عند بيت عمته. إيش أعمل؟ حيرته كرز. خلاص ما إلكن إلا ليلى، الحل عندي. موبايل هشام أفضل فعال، خلي تصلي منه. يباع في السوبر ماركت. أيو مين؟ خنساء؟ أنا زعلانة منك كتير. أوف أوف، ليش بقى؟ هيك بدي اقول لك وما بترد علي؟ ليش؟ وحياتك كنت نايم لما اتصلتي، وبعدين اتصلت فيكي اكثر من مره كان يطلع لي ابوكي، شو بدي اقول له؟ طيب كيف بدي رد عليك وانا مالي بالبيت؟ لكمان انت؟ ببيت عمتي. شو في ببيت عمتك؟ لا ما في شيء، بس بنت عمتي كانت مرضانه كثير، قمت رحت لعند عمتي مشان ساعدها، ممكن تجي تاخذني؟ إيه لكان، انا اللي بقدر، مشوار الطريق بكون عندك. تعال عند بيت عمتي ووقف تحت البلكون وزمر لي زمور طويل ومتقطع، ما بتلاقيني غير عندك، إذا تأخرت لا تروح. بس بالنزلة؟ إيه بالنزلة وبالطلعة، طول العمر بدي استناكي جاييكي. سلام. أي أبرني ربي.